ينطلق في الجبهة اللي فيها المدافع فاجنر. وادي امامنا شوف لمسه يا ولد يا ديبالا يا ولد يا ديبالا وانخيل ديماريا نجم باريس سان جيرمان. شوف امامنا الكوره وخلاص خلاص حارس المرمى الحقها البيرو فاجنر عاملها حلوه قوي. وادي امامنا ريناتو امامنا اوجوستو لاعب جوا البكين طبعا في الصين بيلعب في الصين ريناتو. كوديا ويلان عاملها حلوه قوي. كوتينيو الهدف الاول يا سلام على الفدائيه اوتمندي والمره دي يطلع على طول حارس المرمى. يعني مش 10 لاعبين زائد ميسي لا 11 لاعب يكون منهم ميسي يكون في جماعيه في الاداء. وادي الكره دي امامنا هنا التسديده في منتهى الروعه سجل في تشيلي وسجل في كولومبيا في التصفيات. وامامنا ايه الكره رجعت له عاملها حلوه جدا ولكن حارس المرمى ويفرتون يشيل هدف وكره ركنيه لصالح المنتخب الارجنتيني اللي كان ممكن يخطف. هي يعني هي كده استلام ديبالا هي بشماله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ديبالا باولو ديبالا جوهرة الأرجنتين الجديدة. أمامنا اللمسة بتاعت ميسي التريحة وديبالا يركن ولكن بقى مبالغة شوية في الركن لكن محطوطة حلوة قوي. بص ديبالا بالشمال ما بيخطئهاش وعلى طول كرة فرنانديني وفاولينيو. وادي الكرة على طول أنخيل ديماريا والهدف الأول هنا أوتاميندي ومتابعة من ميركادو وهدف لمنتخب الأرجنتين. هدف للمنتخب الارجنتيني عن طريق اللاعب جابرييل ميركادو. كره اوتاميندي يا على الكره لسه بنقول الارجنتين الافضل في هذه اللحظات. ادي امامنا ركنيه الى ميسي وادي امامنا هنا استلام انخيل ديماريا بالايه بالمقاس بالسنتي اوتاميندي ثم في القائم الايسر ثم ياتي اللاعب المدافع جابرييل ميركادو لاعب فريق سيفيا لاعب اشبيليا يسجل التقدم للارجنتين. ميركادو يسجل بهذه الكيفيه بهذه المتابعه. انخيل ديماريا نجم الشوط الاول اوتاميندي يعمل المتابعه والحارس وفيرتون في محاوله يا اسا ثم القائم ثم المتابعه من اللاعب جابرييل ميركادو اللي يسجل الهدف الاول ليتقدم منتخب الارجنتين منتخب الاسيابيه كده في اداء المنتخب البرازيلي لكن اللمسه الاخيره مش موجوده والتفوق للارجنتين. وادي الكره بتاعت كوتينيو اللي ارتطمت في زميله اللي